الفقرة اللي غتستمر معكم إلى حدود الساعة 10. أم جنات من جديدة. أم جنات صباح الخير. صباح الخير. كي صبحتي مزيان؟ مبروك عليك هذا الشهر. الله يبارك فيك لاله. مبروك على جميع المسلمين. اللهم آمين. كان عيطت 3 أيام كيشد لي الخط وكيقطع. وكيقطع ليك للأسف. وأنا كنقول أم جنات إذا كانت في الاستماع بإمكانك تجدي بنا الاتصال. نعم. مرحبا. مرحبا. ما مكتابش عاد كتاب اليوم. الحمد لله اللهم لك الحمد. نعم. غنعطيك أختي الورقات ديال البسطيله معمرين. ورقات البسطيله معمرين. دوك الورقات اللي كيكونوا شويه صغار. اها. غنعمرهم على شكل بحال المسمنات. بحال المسمن. اي. غنديروا نص كيلو ديال ورقه البسطيله صغيره. نص كيلو ورقه بسطيله صغيره. ودابا غنعطيك ديريكت باش جوج خيزوات محكوكين في ديك الحكاكه اللي كتخرجوا من رقاق طوال. اها. جوج خيزوات محكوكين. محكوكين نعم. وجوج قرعات كوجيت هذوك الطويله. جوج قرعات محكوكين. تمام محكوكين نعم. ومشحرين في مقله مع معلقه ديال الزبده وقليل من الملح وقليل من الابزار. معلقه الزبده شويه بالملح ياك؟ اييه. وابزار. نشحرهم في المقله وشويه ونحطوهم. نعم. نشدو بصله مشلضه. ورابعه الكفته. بصلة مشلضة وربعة الكفتة ديال الكفتة. نشحروا هذيك البصلة ثاني في مقيلة. نعم. مع شوية ديال الزيت تقريبا جوج معلقات صغار. ماشي بزاف. وشوية ديال الملح والبزار. شوية ديال الملح والبزار. تو ما يتشحروا. نشحروا غير واحد شوية تبدا تذوب لينا هذيك البصيلة ديالنا. عاد نفرتو فوق منها هذيك الكفتة. نعم. نفرتوها مزيان صافي ونشحروها حتى هي مزيان تشرب شوية تحيد منها هذيك الميه ونحطوها حتى هي على جنب. نعم. ونشدو الشعرية الصينية حتى هي. الشعرية الصينية. راه معروف كيفاش نديرو لها نديروها في شوية الماء دافي. طيب نعم. طيب ونقطعوها. ونديروها تقابل مقسم طبيعي قص ولا موس انا كنديرها فوق القراده طب 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 فهذه طريقه سهله. سهله. لا كنديرها فوق القراده تاع الربيع. وكندير القراده تاع الربيع. وكتجيبي الموس كتقطعيه. لا ماشي الموس هذيك ديال اللي كتقري بها الصبر معدنوس. اي جوج ضربات ولا ثلاثه هاي مقطع. ايوا هذه سهله. كتجي سهله. نقص كتبقى مخبل لك هذاك الشيء. بالفعل. ونخلطوا دابا وجدنا كل شيء ديالنا ونخلطوا هاد العناصر كامله مع معلقه ديال مطيشه الحك. معلقه مطيشه الحك. ومعلقه ديال الصوجه. مطيشه الحك والصوجه. صافي نبداو نحطوا دابا نوجدوا نخليوا معنا واحد تقريبا شي 200 غرام ديال الفرماج حمار محكوك. 200 غرام فرماج محكوك. كل شيء حطينا قدامنا. نعم. كنشدوا الورقه ديال البسطيله كندهنوها بشويه ديال الزبده. وكنشدوا هذيك العماره اللي خلطنا مزيان نهزوها هكا كمشي ونحطوها الوسط. ونجمعوها ربعوها بحال المسمنه. ونلصقوها بشويه ديال البيض ديال البيض ولا. نعم. ومن بعد هذاك الشيء كيبقى اختياري. ونديروا حق الفرماج. شويه الفرماج عاد نجمعوها نسدوها. عاد نجمعوها نسدوها. عاد نسدوها. ونديروا لها بحال المسمنات. بحال المسمنه ونعاود نديروا لها وريقه اخرى. باش ما تقطعش لينا شاده في راسها. تهبط العماره. وحده نديروها هكا والاخرى ملي نبغيو نديروها نحطوها وسط نقلبوها. نعم. واللي بغى دابا اللي يعني متبع معايا مزيان كنديروا بحال واحد علامه زائد من الفوق. نعم. كنشرقوا ديك الورقه غير بشويه بالموس. نعم. وكنحلو هكا هاد القنت هذا من الوسط كنطلعوه شويه هنا وهذا كنطلعوه شويه هنا كتجي بحال الوريده محلوله. بحال الوريده. عرفت الطريقه كي درتي لها. صافي وكندهنوا الطاوه ديالنا وندخلوها للفران. بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. واحد التحيه كبيره للاخت سليمه. نعم شكرا ليك وتحياتنا ليك ايضا وتسليمه كتحييك كثير.